الله وبركاته. ممكن يكون المشروع بتاعي يتقسم على كذا مرحلة أو كذا فيسز، تمام؟ وليكن مثلا المشروع دوت في مثلا حيطة تتضاف هنا، حيطة تتضاف هنا، في مرحلة بعد كده. فأنا ممكن أجي مثلا أعمل سيلكت مثلا على ديت، وأقول له شيل لي السويب من هنا بحيث إن في حتة تانية هتتضاف هنا، وأقول له أركتكتشر، وأقول له أنا عايز أرسم وول من هنا، يعني هتزود مثلا غرفة في المستقبل لما هيبقى معاك فلوس، تمام؟ وممكن تعمل فلور، تعمل زي ما انت عايز. ممكن تعمل سيلكت مثلا على دول وتخلي الارتفاع بتاعهم زيرو من الدور التاني. طيب ده كده انا عندي مفروض في 3 فيسز. فهاجي هنا على الفيو واقول له انا عايز اضيف فيسز، اروح لمانج واقول له انا عايز اضيف فيسز، فبيقول لي دي كل الفيسز اللي موجوده في المشروع، كل دول تقدر تشتغل عليه. طيب انا ممكن مثلا عايز هم 3 بس، واقول له كومباين ويز نيكست، يعني ادمج لي ده مع اللي تحتيه، تمام؟ طيب ودوت اهو، يبقى انا عندي اكسيستنج وديمو وبروجكت كومبليتيشن. طيب يبقى هاجي اعمل سيلكت كده اشوف ده موجود على اني لاير، تمام؟ ده موجود على كرييت في بروجكت، خلينا نحطه مثلا في الاكسيستنج. طيب وتعالى نحدد على دوت واقول له ده خليه في الديمو او تاني مرحله، وتعالى نعلم على دوت ونقول له انا عايز دوت في البروجكت كومبيتيشن. طيب هاجي هنا في الفيو دوت واقول له انا عايز دوت، ما اشوفش اي حاجه خالص، تمام؟ الفلتر كله يبقى ظاهر معايا. طب انا عايز الفلتر ده شو اقول، ماشي؟ طيب ده موجود في انا لاير، ده موجود الفيس الحاليه اللي هي الاكسيستنج، تمام؟ هيجيب لي اكسيستنج بس. طيب الحاله الحاليه اللي هي الديمو، هيجيب لي الديمو والمرحله اللي قبليه. طيب الحاله اللي موجوده دلوقتي هي البروجكت كومبيتيشن، هيبدا يذاكر كله. طيب فلنقل مثلا في مرحله اكسيستنج ديت، لما تقول له شو اول، لما شو كومبليت، يبدا يظهر لي كومبليت، لما اقول له شو ديمو، او اقول له انا عايز شو نيو، يظهر لي الجديد اهو، يبدا يظهر لي الجديد بس. لو قلت له شو اول، هيبدا يجيب لي كل الفيسز اللي موجوده لحد الفيسز اللي انا مختارها. يعني انا قلت له اكسيستنج، هيجيب بس الاكسيستنج دوت.